استوديو جديد من استاد الاشبال. هنكون النهارده مع حضراتكم ان شاء الله في استوديو تحليلي للجوله التاسعه من مباريات دوري الجمهوريه مواليد 2005. في البدايه برحب بضيوفي، ضيوف الاستوديو التحليلي نجم الاهلي السابق كابتن محمد حشيش. تحياتي ليك يا كابتن حشيش. صباح الفل، ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله ماشي الحال، ماشي الحال. ايضا دكتور احمد ثابت محللنا في استاد الاشبال. تحياتي ليك يا دكتور ثابت. تحياتي لحضرتك كابتن اسامه وكابتن محمد، وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله النهارده. ان شاء الله. في البدايه قبل ما نروح للاستوديو التحليلي ومباراه اليوم الجوله التاسعه في دوري الجمهوريه مواليد 2005، هنتكلم الاول عن مباراه الاهلي وصن داونز، مباراه ان شاء الله اللي هتقام بكره، مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي. كل الامنيات، كل الدعوات للنادي الاهلي ان شاء الله والجهاز الفني بالتوفيق باذن الله. النادي الاهلي كان اصدر بيان على صفحته الرسميه بالامس امبارح، وكان وجه فيه رساله مهمه جدا زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. الاهلي يخاطب الكاف لايقاف الاخطاء التحكيميه. ارسل النادي الاهلي صباح ده كان بالامس مساء الامس خطابا الى الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف بخصوص الاخطاء التحكيميه المتكرره بحق فريق الاهلي، خاصة في المباريات الإفريقية الثلاث الأخيرة، سواء في لقاء السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري الذي جرى بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15/9، أو في أولى مباريات الأهلي في الدوري الأفريقي أمام سيمبا التنزاني والتي أقيمت بدار السلام يوم 20/10، وأخيرا مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي بداية البطولة أمام سان داونز الجنوب أفريقي والتي أقيمت في بريتوريا أمس. كل هذه المباريات التي شهدت أخطاء تحكيمية أثرت بشكل مباشر في نتائجها، وهو أمر يعكس صورة سلبية عن الكرة الأفريقية، وطلب النادي الأهلي في خطابه من كاف اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وأن يحرص السادة الحكام على تحقيق مبدأ العدالة بين الفرق المتنافسة لضمان نجاح المسابقات الأفريقية.